بكنيسة مار أنطونيوس المارونية بمدينة لورنس بولاية ماساتشوستس الأمريكية، احتفل المطران غريغوري منصور راعي أبرشية مار مارون بالولايات المتحدة بالذبيحة الإلهية علنية أنصل لبنان الفخري ببوسطن إبراهيم حنا وزوجته ليلى. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألد المطران منصور القنصل وزوجته درع الملك الحارس لوادي النوبين، وأشاد المطران منصور بمزايا الأنصل حنا وعائلته وإيمانهم العميق الراسخ بالكنيسة ومساعدته المستمرة للجالية اللبنانية والكنائس المارونية بلبنان وأمريكا، أكان معنويا أو ماديا. وشدد أيضا على دور الأنصل حنا باسترجاع كفر فالوس مع ابنه شارل وبعض المساهمين أيضا. الأنصل حنا شكر بدوره المطران منصور وخادم الرعية بلورنس. أنا بمناسبة حلوة كتير، مناسبة وجودنا بهام سيدنا المطران غريغوري منصور وأبونا إلي مخيل راعي رعية مارنطانس المارونية بلورنس ماساتشوستس، وقدم لي درع النوبين ولمرتي درع من القديسة رفقة بالنظر لعمل معين، وكان كتير مناسبة حلوة كتير، وإن شاء الله أنه يكون كل شيء يتم بخير وسلام. والشكر الكبير لسيدنا غبطة البطريرك الكاردينال الراعي على المفاجأة اللي عمل لي إياها، وكتير أنا احترمته واحترمت اللي قدم لي إياهم هودي اللي معلقوا على صدر نشان النوبين. وبشكر كذلك الأمر سيدنا مارون عمار مطران صيدا وبيت الدين والأستاذ فادي رومانوس رئيس بلدية لبعة، وإن شاء الله أنه تكون على قد تطلعاتنا وتطلعات الناس اللي بيحبونا. وكان من المفترض حضور المطران مارون عمار راعي أبرشية صيدا ورئيس بلدية لبعة تكريم الأنصل، إلا أن الوضع لم يسمح لهما بذلك.